اسمها سلام الفحم من جنة. أهلا. وعايزك تدينا الأمان عشان حاسة إنك سؤال صعب بصراحة. أمان. ماشي. أنت مثلتي مع مشاهد جريئة جدا. أيوه. وعم حضرتك عم حضرتك يعني ظهره مشهور محمد نسيم. أمال. يعني لا ما تضايقش على فكره. عايز اسال برضه. لا ما تضايقش. يعني خليني اقول لك حاجه على حاجه. مخك ان محمد من اكبر ضباط المخابرات في مصر وكده يعني. طبعا. مشاهد. طبعا. لا اقول المشاهد هنا يعني. طبعا طبعا. عايزه بس اقول لك حاجه. احنا زمان كان مخنا متفتح عن دلوقتي. احنا دلوقتي بنتقفل زياده مع ان وصلنا للقرن احنا بقينا 20 وما كناش نعرف لما كانوا بيقولوا الافلام بتاعت ال لا يعني 20 ده ما كانش حد متصور اه احنا نوصل للرقم ده احنا لما بنوصله بنتراجع في فكرنا العيب لما تداريه وانت ما بتداريهوش ده مش عيب فانا فخور اسمعني انا فخوره ان عمي كان محمد نسيم رجل المخابرات الجريء اللي زرع رأفة الهجان نفسه. وانا بعمل بقى رأفة الهجان انا ما كنتش اعرف ده. ما كناش نعرف ده. انا عرفت بعد ما عرضت المسلسل. هو عمل دور استاذ نبيل انت عارفه استاذ نبيل او ولا نبيل حلفاوي ولا نبيل ولا الاستاذ يوسف؟ نديم قلب الاسد. لا كان الاستاذ يوسف والله نبيل الاثنين كويسين قوي فعايزه اقول لك حاجه انا طول الوقت فخوره بكل عمل عملته صدقني انت ممكن تشوف ان ايه انا جريئه او صح انا جريئه بس انا بشتغل وبخش الشغلانه اسمعني بس بخش الشغلانه يمكن انت بالنسبه لك حاجه انا بالنسبه لي حاجه ثانيه انا عمري ما حسيت ان انا عملت حاجه ما اقدرش اكون فخوره فانا فعلا بحب شغلي احترمه ببص له من نظره الشغل ما ببصلوش من نظره ثانيه ما ببصلوش من نظره ان انا انثى بفكر ما اعرفش ازاي مش عارف لا خالص شغل بحر انا بس عشان اكمل الكلام بتقوله مدام يسرى الاستاذه يسرى فنانه كبيره الحقيقه ان احنا كمان على مستوى مجتمع كنا اكثر تحررا اكثر تقدما على المستوى الفكري طبعا هي شغلتها هي ممثله زي كل الممثلات في العالم اي مشهد انت بتعتبره حضرتك جريء هو جزء من الشخصيه هي بتستعيرها وبتقدمها لك على الشاشه انا مره في سنه من السنين عملت الارهاب والكباب والمنسي وحاجه ثانيه مش فاكره كانت فتاة ليل المهنة فتاة ليل لكن مفتاح الشخصية مختلف بين الشخصية دي والشخصية دي والشخصية دي فأنت بتعمل شخصية معينة بتقول بيها حاجة للمجتمع مش علشان يعملها أو يقلدها في الوحش بتاعنا عشان يتحاشى الوحش بتاعنا مش عشان يعملها شوف ولو مفيش أبيض مفيش أسود مفيش جري يعني بصراحة أين قلبي حضرتك كنت مربية جميلة جدا لبنتي كنت علميها كنت مصاحباها دي حلوة جدا وبرضه في أواني الورد حسيت إن قصة حب دي قصة خيالية وحقيقي انبسطت منها جدا الحمد لله فأنا بشكر حضرتك جدا أنا اللي بشكرك دي حاجة سؤالي بسيط جدا المسلسلات دي كان ليها هدف وليها معنى بستفيد منها لان هي مركز المجتمع اوكي
المجتمع دلوقتي انا حاسه ان المسلسلات بتعرض الظواهر السلبيه اكتر من الظواهر الايجابيه عشان حياتنا بقت اكتر سلبيه. بس في حاجه، لو احنا عملنا سبوت على الظواهر الايجابيه هتنتشر وتزيد اكتر، لكن لو عملنا العكس ايضا الظواهر السلبيه هتنتشر وتزيد اكتر، لان المجتمع بيتعلم من الافلام ومن المسلسلات اللي بس انا في حته انتوا بتشيلوا حضرتك المايك بس لورايا مدام منى بنحمل الفن اكتر مما يعني اكتر من طاقته. بمعنى ان انا النهارده لو طلعت لك ان كل حاجه حلوه قوي في الدنيا ايه رسالتي؟ هعمل ايه؟ يعني ده كويس ودي نظيفه والشخص ده ما مش عارفه ما بيغلطش مش هنعمل ايه؟ الكونفليكت هيبقى فين؟ الدراما هتبقى فين؟ لازم تعملي ده وده. انا بقول انا بدي لك البلاك والوايت والجراي مش علشان تعمل البلاك تعمل الوايت، انما اكيد اكيد احنا يعني النهارده لو انا عملت لك قصه حب مثلا مش هتحبيها زي ما كنتي هتحبيها من 15 20 سنه، مش هتقعدي تتفرجي عليها. فاهمة قصدي؟ لان المناخ وقتها كان كده. النهارده المناخ بتاعك مختلف كل حاجه. انا بس حاسه زي فوق الاستاذ هنا وحضرتك وبعدين هنيجي الناحيه كده اللي حاسس كتير قوي. معلش اتفضل اتفضل. مساء الخير. مساء المساء. انا بحب حضرتك جدا وعايز اقول لحضرتك ان انا حاليا يعني بحقق احد احلام حياتي ان انا قابلت حضرتك. يا حبيبي كنت بتمنى كده. كنت عايز اسال حضرتك عن الاجيال الصعبه واللي هم بيبقوا عايزين فرصه صغيره بس اللي هم يظهروا فيها النور ويبينوا موهبتهم. يعني انا عندي واحد صاحبي قدم 5 مرات في معهد الفنون المسرحيه وكل مره ما بيتقبلش وبرضه بيقول اكيد الغلط فيا وبيخش يعني ورش وحاجات زي كده وبيتمنى ان هم يقبلوه. لازم يروح ورش. لازم حد مهم يشوفه. ممكن تكون هو ممكن يبقى هو شايف ان هو موهبته جامده جدا بس اللي شايفه مش شايف ده. انت واخد بالك؟ فلازم اولا انت محتاج لصبر علشان توصل. انا بقول لك انا اول ما ابتديت سقطت 4 سنين مش سنه بس عمري ما قلت لا مش هكمل. عمري ما قلت لنفسي لا اصل مش هينفع. لا يمكن تبقى انت كده بتوقف حياتك. وبعدين كل مصر النهارده عايزه تمثل، كل الدنيا عايزه تمثل. ليه؟ عشان موهبه ولا عشان فلوس ولا عشان شهره؟ عشان حضرتك حبيبتي. انا في الفن انا بحبك. علشان الناس بتقول ان انا لما هبقى نجم هعمل اي حاجه هوصل للي انا عايزه. لا ممكن تكون انت موهوب في حاجه تانية خالص ما انتش عارف انت موهوب في ايه. يمكن تبقى احسن من التمثيل، يمكن تبقى انت مهندس بارع ما انتش عارف انك انت مهندس بارع مثلا. اللي انا عايزه اقوله لك مفيش حد بياخد فرصه من اول مره. في ناس محظوظه ممكن تنجح من اول مره اوكي، بس وفي ناس لا، وفي ناس تنجح من اول مره وما تنجحش تاني ابدا. بس اسمها عملت حاجة واحدة في عمرها. فاهم قصدي؟ لازم اللي عايز ياخد فرصته يبقى صبور شوية ويحاول ان هو إصرار، يبقى عنده الإصرار وفي نفس الوقت يمرن نفسه. لازم يمرن نفسه، لازم يروح يدرس من الناس، يتعلم من الناس. خالد جلال طلع كمية ناس فراج منهم، داوود منهم، كل الناس دي. وانا رحت اخترتهم من ورا المسرحيه بتاعت احمد زاهر. يعني دايما عندك عايز تحسن من نفسك، عايز دايما تطور من نفسك، عايز دايما تتعلم. انا بحب اتعلم لحد النهارده وانا قاعده معاك بعد الفتره دي كلها. انا بحب اتعلم لما بتفرج على الافلام بتاعت الاوسكار. بتعلم حاجات من اخطر ما يمكن. عمري ما عملتها في حياتي ولا عمري تصورت ان انا ممكن اتصرف لها في حياتي. ممكن بس المايك بعد اذنك. هجيلك انت حاجه. مساء الخير. حاجه حاضر. مساء الخير. مساء الورد.